ديما مع بعضنا. هي فقرة جديدة موجهة للنصح، موجهة لآخر الأخبار، موجهة لآخر المستجدات في كل ما يخص الإنسان. حبني، كبرني، قريني، وهكا تحميني. السيدة FM إذاعة حقوق الناس. أنتم في المتابعة على السيدة FM. رجعنا لكم في فقرة دم بعضنا. دم بعضنا ذي دم تعنى بآخر الأحداث اللي تخص المواطن التونسي عموما والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين ومواطنات. دم بعضنا ونذكر دائما اللي كل البرنامج هو بشراكة مع المعهد العربي حقوق الإنسان، مركز المرأة العربية لتدريب البحوث، وجمعية إبسال. اخترنا مش نحكيه لأنه الأخبار والأكتواليتي ونعيشه في تونس، نحكيه عن انتخابات تشريعية نحكيه عليها كل ثلاث حتى تصير، لأن النظر لها أهميتها نظرا للبناء الجمهورية الجديدة، بناء النظام السياسي الجديد، وأحنا كمواطنين ومواطنات نتأثروا ونأثروا في هالبناء الجديد اللي نحن نقولوه في إطار نشر المعلومة لا غير، في إطار نشر المعلومة تحت مبدأ حق الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ للمعرفة والمعلومة أساسا، اللي هي مأمنة بالقانون وأيضا مقامنة بالتشريعات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا اتفاقية مراكش. اللي نحب نقولوه اليوم، اليوم تقريبا وصلنا بعد فترة فتح باب الترشحات، وحكينا قبل في فترة الترشحات وشروط الترشح والمشاكل بتاع الترشح، لقينا اليوم اللي عندنا تقريبا أكثر من 1050 شخص مترشح لمجلس نواب قادم، مشي عدد النواب فيه يكون 161، عدد النواب اللي فيه 161، 10 منهم يمثلوا الخارج، بعد يمثلوا التوانسة للبر اللي في فرنسا واللي في إيطاليا واللي في أوروبا وفي إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا وكندا، يعني 10 يقعدوا 151 يمثلوا التوانسة داخل الجمهورية التونسية. به كان قبل البرلمان في 217، توهبت ولا البرلمان في 161، وقلنا 151 في تونس، يعني تونس الجمهورية. على أنه أساس العدد هذا، على أساس عدد السكان، على أساس عدد السكان كانوا عندنا 27 دائرة انتخابية، كانوا عندنا 27 دائرة انتخابية، ولا توا 151 دائرة انتخابية، معاش مربوطين بالدوائر 27، ولكن مربوطين أكثر بالدوائر المباشرة اللي كما قلنا ما فاتت الانتخاب ولا على الأشخاص، على الأفراد، الانتخاب ولا على الأفراد. توا مش نشوف نهار 17 ديسمبر الانتخاب، بتبيع نفس الإجراءات، نفس المراكز، ثبتوا في المركز بتاع الانتخاب بتاعكم مين عن طريق معلومة صغيرة، نجمة 195، نجمة رقم بطاقة التعريف نتاعك، دياز ولا المربع هذاك، ونعمل اوكي، يجيك ميساج فيها اسمك واللقب نتاعك وبطاقة التعريف نتاعك وين مركز باش تمشي تنخب فيه. طب نعاودوهم صافي، نعملوا نجمة 195، نجمة أخرى، رقم بطاقة التعريف الوطنية، المربع ولا دياز هذاك، ونعملوا أوكي، تجيك إرسالية تقول لك مكان اللي تمشي له نهار 17 ديسمبر مش تقوم به بالعمل الانتخابي متاعك وحق الانتخاب. شو تبدل تو؟ قلنا اللي هو تبدلوا على أساس دوائر أخرى أكثر عدد، لأنه الانتخاب على الأفراد، والتقسيم صار على أساس عدد السكان، بالتالي مش ترقام اللي ثم تقسيمات جمعت معتمديات، ثم تقسيمات فيها معتمدية واحدة،
باعتبارها معتمدة كبيرة وفيها برشا سكان 75,000 تقريب ساكن، وتلقاو زوز معتمديات فيها مترشح واحد، وتنجموا تلقاو ثلاثة معتمديات يخرجوا مترشح واحد، تنجموا تلقاو أربع معتمديات يخرجوا مترشح واحد. هذا ما نهار 17 احنا في كل دائرة متاعنا مش مشيو في رشو حيط من نقاوهم في القائمة، نقاوها 10 5 3 4، المهم اللي مش نقاوه مش رشو واحد برك، نختاروا الاختيار يقع على واحد برك. الاختيار هذية يزم السيد اللي مش يترشح ويتعدى للبرلمان يزم يجي بيتحصل على 50 فاصل مش يترشح، يزم يجيب أكثر مشتر الأصوات اللي في المنطقة متاعو، اللي في المنطقة متاعو أكثر مشتر الأصوات ولو بواحد مش ينجم يترشح مباشرة للبرلمان. إذا مثل ما حتى حد خذ 50 فاصل زوز لولانين في القائمة مرتبين، واحد جاب 30 مثلا والأخر جاب 28 والأخر جاب 10 ولا 5، ناخذ زوز لولاني ويتعداو لانتخابات ثانية تسمى الدور الثاني، يتسمى الدور الثاني مش يصير في جانفي إن شاء الله. بعد الشرط إنه المترشح يكون عنده يتحصل على المجمل أصوات 50 فاصل، 50.1 فاصل 2 فاصل، مفيد 50 فاصل. وعندكم في 6 ولايات 3 برك النواب، 3 كما تطاوين كما قبلي كما زغوين، 3 نواب فقط كما توزو. أريانا 8 مقاعد، أريانا 8 مقاعد، بن عروس 9 مقاعد، منوبة 5 مقاعد، نابل 11 مقاعد، زغوين 3 مقاعد، بنزرت 7 مقاعد، بيجا 4 مقاعد، جندوبة 5 مقاعد، الكيف 3 مقاعد، سيريانا كيف 3 مقاعد، سوسة 9 مقاعد، المستير 8 مقاعد، المهدية 6 مقاعد، صفاقس كما قلنا كما تونس العاصمة 13 مقاعد، القروين 7 مقاعد، القصرين 6 مقاعد، سيدي بوزيد كيف 6 مقاعد، جيبس بلاد الحنة 5 مقاعد، مدنين 7 مقاعد، تطاوين 3 مقاعد، قفصة 4 مقاعد، توزر 3 مقاعد، قبل لي كيف 3 مقاعد، بالتالي مجموع المقاعد هذه 151 مقعد مقسمين على الولايات 24 وأيضا مقسمين على دوائر انتخابية، الدوائر الانتخابية وكل دائرة باش ينتخبوا يمشي يرشحوا واحد برك. ثم 10 دوائر
ترشح فيهم واحد برك من تو من تو ترشح كان واحد برك. هذاك متعدين دوفيس متعدين آليا، ثلاثة منهم برا، سبعة منهم في تونس. هذا ثم سبعة دوائر متعدين مباشرة إلى مجلس المبيع باعتبار أنهم مترشحين واحد برك. اتفقنا؟ هذه مجمل الدوائر الانتخابية، مجمل الولايات، تقسيم الدوائر. قد عندنا من مترشحين ومترشحات، مش المعلومة، عندنا 122 امرأة مترشحة، 122 امرأة مترشحة. كما معلومة علمت بها توا بركة، ثم تقريبا ثلاثة من أشخاص ذوي الإعاقة مترشحين، وذي حاجة تصرنا على الأخر، لأنه إحنا ما لقيناش يكون مترشح، تقول لقينا واحد برك. كل يوم معنا ثلاثة ونثبتوا منهم، مش عطيكم معلومة صحيحة مرة جاية، ثلاثة من ذوات الإعاقة، من ذوي الإعاقة مترشحين. الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين ومواطنات اللي مسجلين في الانتخابات، واللي قلنا لهم ثبتوا على أماكن الانتخاب، ماذا بينا يثبتوا لأنهم يمارسوا حقهم كإلى جانب بقية المواطنين والمواطنات في الحياة الانتخابية، وما أدراك ما الحياة الانتخابية، ويتبعوا الحملات، لأنه الحملات إذا ما تكونش تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا نطالبوا أنهم يراعوا حقوقنا. والمترشحين اللي ما انتبهوش اللي ثم في جهاتهم في معتمدياتهم أشخاص من ذوي الإعاقة، يلزم نحكيوا معهم لعل نخقوا برلمان يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا ما نتمناه. نخرج إلى مقترح غنائي، ثم نرجع لمواصلة قراءة في المرسوم 55 عبر صوت جيهان الزمزمي، ونقول لكم بسلام.